يا اخ حبك بره 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 ده بيت بيت يا سرايا بيتك ده ايه بيت يا بيتك بيت بره ليش انت بره ما تطلعش اسمي على البيت سرايا بره يا اخويا انما لوز حته راجل مغفل تقله ذهب لا تقولي لي بقى صابر الجندي ولا الف زيه كفايه بقى يا سالم احنا خدنا من صابر كل حاجه خدنا منه فلوسه وعربيته وشقته ومش فاضل غير ان احنا نتجوز نتجوز ليه ما احنا كويسين قوي اهو وانت ناقصك ايه ما انا ملك ايديك اهو يا حبيبتي احنا مش متفقين على كده ايوه اسمعي كلامي بس وسيبك من حكايه الجواز دي دلوقتي احنا ان شاء الله داخلين على شغل جامد هيعلينا لفوق لفوق هنبقى من اصحاب الارانب والفرصه قدامنا انت حليوه وانا نبيه يبقى ناقصنا ايه مش ناقصنا بقى غير ان احنا نمد ايدينا ونهبر نهبر زي ما بتقول ما كنتش اتهربت من موضوع الجواز كل ما اكلمك فيه صدقيني يا ليلى ما بتهربش لكن في ظروف اي ظروف البكالوريوس واخدته وبقيت شريك بابا في المعرض حالتك الماليه كويسه جدا ايه اللي يمنع بقى ليلى انت ما تعرفيش عني كل حاجه انت حاولت تقولي وانا ما سمعتش في ايه يا شريف مخبي عني ايه انا في حياتي شيء معذبني خليني مش قادره اتمتع لا بالفلوس ولا بالنجاح ولا بالدنيا نفسها انا عارفه علشان كده عايزاك تحكي لي تستريح انت واستريح انا معلش مش دلوقتي هيجي يوم تعرفي فيه كل حاجه طب وسميرة هربت ليه؟ مرات الأب يا شريف مرات الأب اللي ما تراعيش ربنا بس كله منك كان لازم تستنى مع أختك ما قدرتش يا عم شاكر ما قدرتش أعيش في بيت واحد مع ست زي دي تعبان يلبد ويلدغ أديك شفت خربت البيت إزاي يا ما قلت أبوك ما سمعش كلامي ترى هو فين دلوقتي؟ يا ترى سميرة عاملة إيه في الدنيا اللي ما بترحمش دي؟ جري يا سمارة ما توري بيومي بين شطارتك وتعمل له كاس على مزاجك انا ماليش دعوه بالحاجات دي مالك يا اموره في حاجه مزعلاكي طب عن اذنك انا بقى بس هجيب علبه سجاير من جوه طيب يا ستي ما دام انت بقى مش عايزه تضيفيني اضيفك انا
اتفضلي يا حلوة. اسف ما بشربش خمر. يا سلام. صحيح بنات الاصول بتبان عليها. انا من ساعة ما شفتك وقلت عليكي بنت مؤدبة. صحيح اسمحيلي بقى اقدم لك الهدية الصغيرة. ما باخدش هدايا من حد غريب. يا ستي الغريب بكره يبقى قريب. بكره لما هتعرفيني مش هتقلعيني من صباعك. لكن صبرك عليا يا سامي، إما لعبتك على حد المشنقة عيب يا إسرائيل.
الكلام ده يبقى بيني وبينك. نعم سمير انت بيت يا سمير. تعالى هنا لسه بيني وبينك حساب عسير. ابعدي انت عني دلوقتي. انت يا سمير انت يا بيت. العربيه مش غلطانه. طب حد ينده الاسعاف. حول الله يا رب. مفيش امل يعني. في ايه في ايه يا اخوان؟ عربيه ضربت بنت وهي معديه في الشارع. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يصبر اهلها. سميرة وصلت لك يا ماما. بقيت معاكي. لكن أوعدك مش هرتاح في حياتي إلا لما أنتقم لأختي وآخد بيت أبويا.